ماذا لو راتبك كان بيكفيك لآخر الشهر؟ أشكر الله والدولة. أنا معلم مدرسة، راتبي 150، يعني ما يوفي شيء، ولكن بدي أشتغل إجباري غصبا عني، بدي أشتغل يعني. أي متى بيخلص الراتب يعني؟ يخلص يعني 2 الشهر 3 الشهر مو أكثر. وباقي الشهر؟ باقي الشهر أشتغل، أزرع، إيش في حاكورة عندي ببيتي أزرع وأعيش من وراها، على تعرف أنت على ملوخيات وكذا وهيك وفجل وهالشغلات هاي، يعني بدنا ندفش حالنا شلون ما كان. بس شو، والله أولادي ما لبسهم ثياب ولا صبابيط، عرفت شلون؟ بدي اروح وين الجأ الى البارة يعني، وكمان البارة ابو ال 500 ليره صار 10,000 ليره وما عاد فيك تجيبه. ماذا لو كان راتبك بكفيك لاخر الشهر، شو كنت بتحس؟ يا سلام، طير من الفرح. بس اكيد هذا الشيء حاليا يعني اضغاص واحلام، ما فيني الا غير هيك. قد عم يأديك حاليا؟ والله ما فيني اقول لك، لانه كثير صعب اقول لك، يعني ثلاث ارباع الشهر حيكون بالدين اكيد، لانه انا عندي 3 اولاد، في عندي بالجامعه، في عندي بكالوريا، في عندي بالابتدائي يعني. وتخيل بس مواصلات، انا بجي من اتسيا بس مواصلات بدي احط كل الراتب. عم نسال ماذا لو صرت تقبض راتب يكفيك لاخر الشهر، شو كنت بتحس؟ ما بكفي لاخر الشهر. عم لك لو راتبك بكفيك لاخر الشهر، عم نفرض فرض نحن، شو كنت بتحس؟ يعني بصير يعني عادي، ويعني بدل ما انه من هون لاخر الشهر تتدين، لا بصير عندك الامور بخير. قد ايه بكفيك راتبك انت ليه؟ بكفيني 20 يوم. واخر 10 ايام بتدين فيها.